مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على استمرار أزمة الرواتب والحلول التي تعرضها حكومة بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد الأستاذ ماجد الصوري الخبير الاقتصادي. أهلا بكم أستاذ ماجد. بداية، أهلا وسهلا ومرحبا. المتحدث باسم رئيس الحكومة الحالية يقول إنه لن يتم صرف الرواتب من دون الاقتراض. إلى أي مدى ترى أن حل الاقتراض الذي تصمم عليه الحكومة يمكن أن يحل الأزمة؟ أعتقد أنه لو استمرينا في هذا الموضوع، أن الإبقاء على النفقات العامة بشكل عام على هذا المستوى، ومهما بلغ حجم الاقتراض فلن تستطيع أن تغطي هذه النفقات نهائيا. ولذلك الموازنة هي مسألة تعادل بين النفقات والإيرادات. إذا ما استطعنا أن نضبط الإيرادات نستطيع أن نضبط العفو، إذا ما استطعنا أن نضبط النفقات نستطيع أن نضبط الإيرادات بشكل كامل. التوسع في عدد الموظفين، واللي هي لحد الآن الأرقام متفاوتة لأنه لا يوجد عدد حقيقي للموظفين. أرقام متفاوتة بين 4.5 مليون و 5 مليون. وعدد المتقاعدين بين 3 إلى 3.5 مليون. هذه كلها أرقام غير حقيقية وغير واقعية. ولحد الآن لذلك حجم الرواتب يكون عادة ارتفع. في عام 2019 إلى تقديرات 2020 راح ارتفع بحدود أكثر من 10 تريليون. طيب يعني أستاذ ماجد، لماذا لا تنظر الحكومة لحلول عملية أكثر من الداخل؟ بحسب اللجنة المالية النيابية فإن عدد من يستلمون رواتب مزدوجة يقدر ب 250 ألف موظف. ألا تحل هذه الرواتب جزء من الأزمة مع رواتب المستشارين ورواتب الميليشيات ومخصصات القوات الحكومية؟ بالضبط. المسألة اللي مطروحة الآن، الفضائيون كثيرون جدا، ويقدر عددهم آي 650 إحدى النائبات. ومرة أخرى يقدروها ب 250 ألف. وحتى لو 250 ألف، مع وجود 250 ألف من الذين يتقاضون رواتب أكثر من راتب واحد، ويعني معدل 3 رواتب يتقاضون، هذه أيضا مليون إنسان هم عالة على الموازنة العامة وتذهب. هذه مسألة مرتبة بشكل دقيق جدا، بحيث تذهب هذه الأموال تذهب إلى المستفيدين منها والأحزاب اللي موجودة في السلطة. واللي مهيمنة اللي مهيمنة على كل الموارد المالية للدولة بسبب محاصصة الطائفية والأثنية. هذه مسألة هناك لحد الآن هناك سوء إدارة. في لغة الأرقام أيضا هناك الموارد التي تأتي عن طريق المنافذ الحدودية، يعني يقدر أو تقدر الأموال القادمة سنويا إلى العراق عن طريق المنافذ الحدودية من 6 إلى 10 مليارات دولار سنويا بحسب الإحصائيات الحكومية. طيب هذه الأرقام لا تعتبر أيضا هي جزء من الحلول التي قد توفر مخرجا للحكومة من هذه الأزمة؟ هذه الحلول طويلة الأمد، ولا يمكن ضبط الحدود بالشكل اللي الآن تسير به الأمور. إذا لم يتم وضع يعني الحكومة الإلكترونية وضبط النفقات بشكل كبير جدا، وبالتالي يعني الحل أنه تخفيض النفقات من أجل ضبط الإيرادات. الورقة البيضاء، خلي أقول لك فتشي، تناولت هذا الموضوع بشكل تفصيلي، ولكن المشكلة الأساسية هي ليس في الاستراتيجيات وليس في الحلول المقدمة. المسألة الأساسية هل هناك إرادة سياسية لحل هذه المشاكل؟ الكل يتكلمون عن رواتب الموظفين، ولا يفصلون بين رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود اللي هم خلينا نقول 1.5 مليون ما دون، والرواتب العليا الكبيرة جدا. هل من المعقول الرواتب بحدود يعني الأرقام المتداولة تساوي الراتب الأساسي 14 تريليون والمخصصات 28 تريليون أو أكثر؟ يعني ضعف الراتب الإسمي. يعني هذه مسائل يجب ضبطها،
ويجب النظر إليها وهي الأساس في عملية التضخم. طيب سؤال آخر لحضرتك أستاذ ماجد إذا تسمح لي حتى نستفيد من حضرتك. الحكومة تطلب قروضا تفوق العجز المالي بأربعة أضعاف، ما أثر ذلك على الاقتصاد العراقي على المستوى المتوسط والبعيد كذلك؟ عزيزي خلينا نتكلم عن المستوى المتوسط والبعيد لأنه هذه مسألة غير معروفة نهائيا. نعم. العراق ينهار أم يرتفع؟ هذه المسألة مهمة جدا. نعم. المسألة الأساسية الآن كيف نضبط الحلول الآنية للقضاء على الفساد الإداري والمالي والقضاء على هذا التوسع في النفقات التشغيلية. نعم. وبالتالي عدم السماح لي والفساد اللي موجود، خلي أقول لك الفساد اللي موجود بالنفقات التشغيلية أكثر من الفساد الموجود في النفقات الاستثمارية. نعم. أنا أشكرك. ولذلك المسألة اللي مطروحة هي المشكلة الأساسية في العراق هي سوء الإدارة والفساد الإداري والمالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من بغداد.